بعد متاهة الفساد المالي والفوضى في التسيير، ها هو قطاع الثقافة ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يتحصل على 3 حقائب وزارية دفعة واحدة. الأسماء الجديدة التي عينتها حكومة جراد تتقدمهم أستاذة الفلسفة مليكة بن دودة، وأحد أبطال مسلسل أولاد الحلال الممثل بشير يوسف صحيلي الذي تم تعيينه ككاتب للدولة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية، فيما ذهبت حقيبة الإنتاج الثقافي لسليم دادا، وجوه اختلفت حولها ردود أفعال المتابعين للشأن الثقافي. وزيرة الثقافة الجديدة تصفي وتغرب القطاع الإداري، فالعديد من مديري الثقافة الولائيين في عديد من الولايات 48 ولاية الكثير منهم عشش مطولا في المكاتب ولم يؤدي أداء ناجعا. بالمقابل يرى آخرون أن الثقافة لا تستحق كل هذه التعيينات بقدر ما تستحق وزيرا قادرا على مجابهة التحديات والمعيقات التي أدخلت القطاع في غيبوبة. إحداث هذه كتابات الدولة خاصة بالإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية هو شيء فارغ تماما، ولن يضيف شيئا للثقافة الجزائرية. كان يجب تعيين وزير واحد فقط يمكنه أن يسير هذه الوزارة ويحد من المشاكل التي تخبط فيها الثقافة الجزائرية. الثقافة قطاع لطالما أثار الجدل، وزراء متعاقبون وميزانية ضخمة ترصد، والواقع ركود وجمود في انتظار ما سيأتي به وزراء القطاع الثلاثة.